من أهم هذه النماذج التي تهتم بها وزارة الشباب هي فكرة محاكاة مجلس الشيوخ. هذا النموذج سيتخرج منه شباب قادر وواعي ويعلم جيدا حجم الإنجاز الذي يتم على أرض مصر، ويكون مشاركا فيه ولديه خطط مستقبلية نستمع له يقول رأيه صراحة، يكون لديه قدرة على تبادل الحوار والتفاعل مع الآخرين والعمل الجماعي. نموذج بيدي يعني دفعة قوية للشباب في ممارسة الحياة السياسية في غرفتيها البرلمانية، سواء محاكاة مجلس النواب أو محاكاة مجلس الشيوخ اللي احنا فيه دلوقتي، وبإذن الله نكون يعني نواة تستفيد منها الحياة السياسية في مصر ويستفيد منها الشباب في الفئة العمرية المحددة لهذا النموذج. وزارة الشباب نزلت استمارة على الموقع الرسمي ليها واشتركنا فيها، تقدم ليها حوالي 30,000 شاب، وقمنا بإعداد الانتخابات الإلكترونية، وكانت 100 على الفردي ومية قائمة ومية بتعيين من معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وكان نصيبي الحمد لله من المقاعد الفردية بالفوز بالمقعد الفردي السادس للقائمة. النموذج هو في البداية وتدريبي وتثقيفي ويحاكي الغرفة الثانية لمجلس الشيوخ. الهدف منه اللي احنا جايين في نواحي اقتصادية ونواحي سياسية ونواحي يعني تمكين للشباب. احنا جايين النهاردة عشان نقدم اطروحات واوراق عمل اتطلبت مننا من وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي. الاوراق عمل دي جاهزة للتطبيق والتنفيذ خلال المرحلة اللي جاية. احنا 300 عضو في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، لازم داخلنا طاقات إيجابية، لازم نستغل الطاقات الإيجابية دي. ده الدور اللي انا يعني نفس وزارة الشباب تقوم بيه، استغلال الطاقة الإيجابية اللي داخل الاشخاص اللي موجودين في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، استغلالهم في المؤتمرات والتنظيمات. هدف في التواجد في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ هو يعني كيفية مشاركة الشباب في الحياة السياسية بشكل أكثر فعالية وأكثر أنك تبقى لامس أرض الواقع شوية، داخل في القوانين، داخل في اللوائح، بتستفاد بشكل أكثر علشان تقدر تفيد بعد كده نفسك وتفيد المجتمع. لو دخلت في الحياة السياسية تبقى مؤهل لذلك، ودي طبعا فرصة من القيادة السياسية كبيرة جدا لتأهيل الشباب للعمل السياسي واندراجهم تحت نموذج هذا المحاكاة. تجربة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ دي تجربة سرية جدا، واستوعبت كل الطاقات الإيجابية والطاقات الشابة في هذا البلد الكريم. هذه التجربة سرية مرت بنزاهة شديدة، خاصة أنها انتخابات إلكترونية دون تدخل بشري من أحد، دون أي تدخل في الفئة العملية الانتخابية، بالتالي فهي أثمرت على نتائج فعلية وحقيقية. نحن نشكر دائما القيادة السياسية على تولية اهتمامها في الفترة الأخيرة في العملية التنموية وإدراك حق الشباب في المشاركة السياسية. هذه لم نلقاها إلا في عصر تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في قيادتها متمثلة في السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أنا بشكر نموذج ومعالي الوزير على إتاحة فرصة لعدد كبير من ذوي الهمم لوجودهم من نموذج، وده يأتي في إدارة الدعم الرئيسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.